ما جاتنيش الفرصة انه نوريكم درع ديال 100,000 لانه ما توصلتش به، ما عرفتش علاش، واخا درت الدوموند شحال من مرة، من الحمد لله قدرت انه نحصل على الدرع ديال اميليا. وصلني هذه مدة صراحة وانا كنقول غنحلو يديتي ياكلوني ما غنحلو، ما قدرتش نحلو من غير انه نصور فيديو في يوتيوب. هذا هو الحل، اول فيديو غادي نصورها من بعد واحد المدة طويلة، غادي نحل لكم تشاركوني الفرحة ديالي. شحال انا كنتسنى باش نوصل لهذاك المليون هذيك. طارا في الديزاين الجديد ديالهم ماشي القديم. دونك فوالا الدرع الذهبي للاميليان فولوور. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، صراحه زوين هذا اللون هذا باسكو غادي يجيني لانه في الدار ديالي كادوغي. واو راه بيوتي انا فرحانه، بلاصتو تما جات صراحه زوينه. فشكرا لكم بزاف. 2015 بديت، 2019 كنوصل بالدرع ديال الاميليان ابوني، فشكرا لكم بزاف بزاف. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، راكم عارفين لي زيموشن ما عنديش معاهم بزاف. ننتقلوا للموضوع الاساسي ديال هاد لا فيديو. سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. معكم روعه من قناه روعه بيوتي. اليوم ان شاء الله غتكون فيديو بعيده كل البعد على الميك اب، على اللي مولفه كنصوروا لكم. وبزاف منكم دايره تقول لي روعه حاولي انك تبدلي لنا الكونتوني ديالك، ما تخليش غير ماكياج. كنحاول انه نشارك معكم بزاف ديال الحوايج من غير الماكياج صافي، بحال روتين، ولا نحاول انه نشارك معكم زعما لا ديكوراسيون اللي كندير، ولا هكا ولا هكا، باش زعما القناه شويه تكون مبدله. مي صراحه عمرني ما قدرت انه نحط لكم فيديو على مثلا شنو هما الافلام ولا شنو هما لي سيري اللي كنتبعهم وكيعجبوني. الوغ باش نبدا لكم بالمسلسلات التركيه لانهم هما نمبر 1 عندي في لا ليست، لانه كنتفرج فيهم بزاف وتيعجبوني بزاف، وانا فان كبيره ديال المسلسلات التركيه. دونك اول مسلسل تفرجت فيه هو المسلسل ديال نور. كنظن بانه ما كاينش شي وحده واحد في المغرب اللي ما تفرجش هاد نور، اللي يمكن بدل المغرب كامل اللي غيبان فيه اول مره كيبانش، اللي خدا دور ديال مهند. وكان اون باراليل كان واحد المسلسل واحد اخر اللي هو سميتو سنوات الضياع، تما فين غادي تبان توبة. صوف كو سنوات الضياع ما تفرجتش فيه لحد الان، ما عرفتش ما اهتمتش ليه. باغ كونطخ نور عجبني بزاف 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 بزاف، دونك كنت تفرجت فيه مدبلج عجبني. ابخي دسعتني واحد القيطه ودرعتني واحد المسلسل واحد اخر اللي هو العشق الممنوع، دايغ كان فيه حتى هو نتعاود كيبان، كانت فيه هازالكايا وبرينسات. دونك هاد لو تريو هذا تجمع في مسلسل عاود لي عجبني بزاف بزاف بزاف. صوف كو هذيك النهايه من تما كان اخر مسلسل غادي نتفرج فيه مدبلج، لانه طحت من بعد على مسلسل اللي هو مترجم وكانت فيه بيرينسات، وبيرينسات كانت كتعجبني بزاف التمثيل ديالها. فاش شفت لا سيري ديالها اللي غادي ديرها مع انغين اكيوروك اللي هي فاطمه جول سوشني، تما فين غادي تبدا فريمون الضربه ديالي ديال بصح مع لي سيري. باسكو فاطمه جول سوشني كان واعر لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. القصه فقط كانت كدور على فاطمه اللي غيغتصبوها ربعه ديال الدراري. ما بغيتش صراحه نحرق لكم المسلسل الا كنتو مازال ما تفرجتوش فيه، مي فرانشمون قصه واعره 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 بزاف، وباقي العقل تالمون كانت عجبتني كو حرقت 64 حلقه. الا ما خفتش كذب كانت في الجزء الاول كامله كملتها في 3 ايام، ما كنتش بقيت كنعس. انا صافي تبليت بداك المسلسل، واول مره غادي نتفرج فيه مترجم وغادي تعجبني اللغه ديالهم واحد الدرجه ما كتصورش، من تما غادي نقول والو صافي. المسلسلات التركيه ايتيغال الترجمه والدبلجه غادي نساو باسكو كانت كتعجبني دا نسمعها ففوتني. دونك كان هذاك المسلسل اللي تفرجت فيه، وابخي عتمي ساليت الحلقه وعرفت بانه من بعد كنقول لا فين هي الكمال فين هي الكمال، غادي نعرف بانه مازال كاين جزء ثاني حيت غادي يخرج. اي بلا ما نعاود لكم كيفاش كان راسي باغي نحس به غادي يطرطق، وكنقول لا ما يمكنش هذا هذا، وفي الاخر استسلمت للامر الواقع وتسنيت على خاطر الجزء الثاني يخرج. سي جامي كنتو باغيين شي مسلسل زوين نيزيتي با انكم تمشيو تفرجوا فاطمه جول سوشني. اون فيت ماشي غير هذا زعما المسلسل الوحيد اللي كاين مسلسلات وحدين اخرين اللي منوطيه لكم، ونعطيكم الراي ديالي عليهم ونشرح لكم شويه الكونسيبت ديالهم كيفاش داير.
سينو من بعد عاود تفرجت فواحد المسلسل واحد اخر اللي هو ديال هازالكايا، المهم مع واحد الممثل اللي مشات لي السميه ديالو باقا عقل عليه غير في السيري كان سميتو امير اللي هو اداني فريحه ولا فريحه ولا فريحه، المهم النطق ديالي بالتركي ماشي حتى لهي اونط بارونتيز، دونك اسميتوها فريحه. وحتى هو هذاك المسلسل كان هائل، وحتى هو فيه جزئين وما كنتش عارفه بانه فيه جزئين. بغيف عاود النهايه فيلم واحد اخر اللي هو طائر نمنمه جالي كوشي دايغ، هذا هو السمي اللي حطاها في الفيسبوك ديالي طائر نمنمه. جادور هذا المسلسل هذا، وتمايا غادي يكون الممثل مشات ليا سميتو لي دايوغ تزوج بها في الحقيقه، هي سميتها فهريه مي هو اول مشى بوراك. انا تما عرفتهم بانهم قد يتزوجوا مسلسل فوقاش، ولكن عرفتهم عرفت بانه كان ما بيناتهم شي حاجه كاينه. المسلسل صراحه هو مسلسل زوين وكيعاود على واحد الحقبه كانت عندهم تما في تركيا، واحد الحقبه زمنيه. صاف النهايه بغيت نفهمها ولكن ما بغاش تفهم ليا، بقيت كنقول واش كاين جزء ثاني واش ما كاينش واش هذا واش هذا، دونك بقات عندي النهايه شويه مخربقه. داروا لنا بحال داك اكمل من راسك، كيف ما بغيتي النهايه ديرها صفك هذاك دبر راسك. مسلسل من موراها هو ديال 20 دقيقه ديال الممثله توبه، يمكن هذا هو اش بونسوي هذا هو اول عمل غادي نشوفو لتوبه، هو هاد 20 دقيقه واول ستيل ديال لي سيري غادي نتفرج فيه، باسكو داكشي فيه الحبس وفيه هذا وفيه جريمه وفيه اتسيتيرا، مي فرانشمون عجبني بزاف 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 بزاف. وتما فين غادي نتعرف على الاخت توبه، ومن تما توبه غادي تعجبني ويعجبني التمثيل ديالها اي هذاك المسلسل فرانشمون واعر 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 بزاف بزاف بزاف. سي جامي كان عزيز عليكم شويه الافلام ديال سسبنس شنو غادي يطرا هذاك الحبس العيبات شويه اكسيون هذا، تفرجوا في 20 دقيقه فريمون واعر. فمن بعد ما غنلقى بان الاخت الكريمه ديال توبه غادي تجمع ليا مع انجين اكيورك مسلسل واحد اللي هو كارابارا اشك او عشق المال الاسود، عاتو كنت كنتسنى داك عشق المال الاسود يخرج بحال ما عرفتش شنو كنتسنى، باسكو عرفت بان داك لا كومبينيزون ما بين هاد جوج ممثلين غادي تعطي شي حاجه واعره فرانشمون. تما فين غادي نبعد شويه على المسلسلات ديال الحب والغرام ديال تركيا اللي مولفاهم مع شويه ديال الاكسيون تخدم دماغك وشويه ديال السسبنس وهذا وهذا، فرانشمون كارابارا اشك كان شي نيفو واحد اخر بزاف 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 بزاف. فرانشمون مسلسل كان خطير، المهم هو القصه ديال انه انجين غادي يكون بوليسي هو وخوه وناس اللي بساط ماشي لاباس عليهم، كونتخيغمون توبه اللي غادي يكون كدير شخصيه ديال انها لاباس عليها هي وخوتها. ومهم بغيت تما غادي غيطرى قصص ما قصص ما هذا شي داكشي مقتول والقصه غادي يدخل فيها هو كمحقق وباها اللي هو اللي تلقى مقتول، وغادي يبداو يقلبوا على السبب ديال القتله ديالو وهذا وشي حاجه فيها ديامون كاين ونص. بغاف ميم مسلسل واو واو واو. المهم ما عرفتش صراحه واش غادي تشاطرني نفس الراي الى تفرجتوا فيه، مي سي جامي زعما كان الفيدباك ديالي على هاد المسلسلات بالنسبه للناس اللي تفرجوا فيه وعجبهم خليو لي تحت في لي كومونتير، غنبغي نعرف حتى انتوما الراي ديالكم كيفاش جاكم. من بعد غادي تخرج واحد لا كومبينيزون عاوتاني واحده اخرى اللي غادي تجمع ما بين كيفانش وتوبه في المسلسل ديال جسور بيغوزان. المهم حتى هذا كنت كنتسناه اللي بعرفت بحال هيش كنت كنتسنى لانه الممثلين والممثلات يعني تعجبوني، فانا قبل ما نتفرج في المسلسل ولا في الفيلم كنبغي ضروري نشوف الممثل واش كيعجبني واش كيبان لي المسلسل ديالو زعما كيعرف يختار المسلسلات ديالو ولا لا، ولا غير اللي كيجي كي كيلبقو كي وكيحطو. بون جو سور في غزال حتى هي واحد القصه اللي غادي تجمع ما بين انهم غزون كان المره بجوجهم لاباس عليهم لاباس عليهم. مسلسل تهوى اللي كان كيدور على الانتقام، كيدور على انه جسور غادي يرجع باش تو سامبلومون ينتقم لداكشي اللي داز في الحياه ديالو على بابا وماما. ما نقدرش نعطيكم بلوس كو سا سينو غادي نحرق لكم المسلسل وانا ما فيه، انا ملي كنبقى ندوي كان صراحه كندخل في شي حاجه اللي غادي نحرق لكم ليها المسلسل. ما عطاتكم سبب رئيسي اللي راجع ليه هو الانتقام، فتما غادي يطرو بزاف 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 ديال الاحداث صراحه اونتر بارونتيز الحلقه الاخيره واعر واعر heureusement بون كاين شي حاجه غترخيبه مي فرانشمون في الاخر كتلقى الحلقه بانه النهايه ديالها زوينه. علاش كنقول لكم النهايات؟ باسكو انا انسانه كتعيش بزاف مع الافلام، كتعيش الدور، كنعيش الحاله النفسيه ديال لا بيرسون، تيبكي وكنبكي، كيضحك وكنضحك، كيتقلق وكنتقلق، فتلمون تنعيش في ديك الحاله كي ما كنبغيش نتصدم في النهايه. فبلا ما نقول لكم ملي كتصدم شنو كيطرى ليا كنعيش حاله نفسيه خايبه بزاف والله ما تنضحك عليكم. مي كن دائما الافلام ديالي كنعيش فيهم من قلب قلبي، كنزيد فيه اكثر من القياس. اي سيت لكم واحد المسلسل ناري
مسلسل انيس احدك مسلسل كيفكرني فواحد الحقبة زمنية عندي انا واو اللي هو ديال خليل وميرنا. صراحة عاجب مسيو روندو كونت بانه مسلسل ثالث هذا اللي تفرجت فيه وهو دبلوش دونك لا ميموار مشات الله يرحمها. دونك من كشوف خليل كان مسلسل هائل صف كل النهاية علاش يا ربي هذاك المسلسل حتى انا عاود تفرجت فيه شفت غير الموسيقى ديالو كنبدا نبكي باسكو تيلمون بون لي لا نقول لكم واحد القضيه وما عندكم المسلسلات التركيه هكا هكا خصكم تفكروا فيها اللي وجهها باغا تسيقوا ما عندهاش دميعات واحلين تتحس براسها بان خصها تخرج الهم باش تفرج في المسلسلات التركيه شتات كي بون ماشي غير المسلسلات كاين المسلسلات والافلام لا بغات تسيق وجهها فريمون تمشي ليهم وتفرج باسكو غادي تبقى تبكي بون هادشي الا كانت شي وحده بحالي اللي عندها الاحاسيس ديالها كيتزعزعوا اما بالنسبه للناس اللي واخا كيتفرجوا في مسلسل ديال الخليه ديال البكا ديال المكان كتلقاهم دايرين هكا عادي سالا صافي يا ويلا وتقلبوا صفحه فيت في ولا لا شابو ليكم لانه انا مازال ما عرفتش كيفاش نولي نديرها يمكن خصني نوصل لواحد الدرجه ديال الالم في افلام حتى ما تبقاش تقضي فيا حتى شي حاجه اي من وراها اش غادي نتفرج غادي تبان لي عاوتاني لا سورتي ديال اخر مسلسل 2018 اللي هو كابيشما استدان كما قلت لكم انا جو في تري كونفيونس لي شوا ديال كيفان دونك باقي نعقل مروان اللي هو غادي تفرج معايا في استدان هذا المسلسل باين غادي يكون شي مسلسل واعر وهذا المهم قنعتو لانه مروان ما عندوش نهائي مع المسلسل التركي قال لي اوكي دونك جلسنا تفرجنا في الحلقه الاولى بصراحه انا باقي نعقل انا كنتفرج في الحلقه الاولى كندير فيه اوكي كنت كنحاول نفهم المسلسل ساعتين دازت بحال هكاك وانا كنشوف مروان تيقول لي اه ماشي مسلسل واعر كنقول ليه شوف صراحه راه حتى انا ما جذبنيش باش نتفرج في الحلقه الثانيه باش نكون معكم اونيت قلت ناري كما هنا كيفاش غادي يصدمني وغادي يكون لو شوا ديالو بور لا بروميير فوا خايب بالنسبه لي انا فقلت ليه لا ما يمكنش كيفاش يديرها انا يجيب كونفيونس في هذا السيد انا ما يمكنش يحشمني ما يمكنش بون مروان صراحه داز ليبيزود الاول بقيت كنشوف فيه عادي يعني ما حمسوش وانا بيني وبينكم حتى انا بقيت كنقول لا مكنش كيفاش يديرها باسكو الحلقه الاولى ما عجبتنيش بزاف ما اثرتنيش انه نمشي نتفرج في الحلقه اللي من وراها فمن سالات الحلقه الاولى كندوي مع خوتي كان حمزه يمكن مروان اللي متبعها كي جاتكم انا مازال عندي امل في كيفاش انه غادي يدير غادي فريمون يكون مسلسل زوين زعما عندي امل فيه بغاف من بعد حلقه ثانيه ثالثه رابعه صافي حد ولا كيعجبني الفيلم بيتي تابيتي هادشي كامل ضايع على انه قادر كبر في ميتم فهو الحلم ديالو كان يكون بوليسي هادشي كامل باش يقلب على ماما اللي حطاته في الميتم ويقول لها علاش حطيتيني في الميتم وهنايا فين غادي يطوروا بزاف ديال الحوايج مع واحد اللي فرانشمون كان عنده دور كيقتل تالمون كان الدور ديالو قبيح كان كيضحكني بزاف شفتو في لي زيبيزود الاخرين مي القصه واعره صوف كو النهايه ديالها ما غاديش نحرقها لكم بيان سور ما كانش طويل بزاف يعني ما واصلش نهائيا جو بونس ل 30 حلقه غنقول لكم حاجه وحده اللي ما عجبتنيش هو انه نهار هذه اللحظه كنحس راسي انه انا كنتقد ما عجبنيش انه دابا المسلسل ملي كتجي تشوفو كيبان لك انه الكاتب اللي كان كيكتب عطى الشخصيات واحد لانتيليجونس راه انكرويابل يعني الناس كيفهموها قبل ما دار صوف كو في سيغتان سيتوياسيون كانت كتبان ليا القضيه بيت كنقول اوكي حرام عليك علاش الفيلم كان فواحد النيفو كبير علاش هبطتي الفتق علاش صراحه كانوا داسان لي ما جاوني بليدين ما عرفتش علاش مي كنقول اوكي حنا وصلنا لواحد النيفو ديال انه فرانشمون انا بديت بواحد النيفو طالع خصها تبقى نيفو طالع ما تبقاش هبطنا مره باسكو كيبان داك فداك اللقطه كبان بان الحاجه صغارت بزاف وهو اللي كان ناقص شويه في المسلسل سينو اون غرو التصوير كاليتي بريف مهم لاكسيون داكشي كامل واو مسلسل يلاه ساليتو ماشي هادي بزاف وبقيت مع مسلسل حاليا اللي هو متبعه هو طائر صباح اللي هو ديال جان و ديميت حتى هو صراحه مهم مسلسلات ديال انا كنت باغي شويه ديال الضحك شويه ديال الحب الغرام قصص اللي فهمتي فيها الالوان بزاف ديال الصيف كان هاد القصص كنسميهم ديال الصيف فنصحكم صراحه فيه مازال ما سالاش مي بون حتى هو بعد خطات كيبداو يطولوا ويجبدوا في المسكه واحد الحاجه اللي ما كاينش لها مي غوسو مودو اون سيري اللي كدوز مره واحده في السيمانه كدوز نهار السبت اللي هي دابا حاليا اللي كنتفرج فيها هو ديال طائر صباح مي حنا معاهم حتى نشوفوا فين غادي
في الغد وصلوا. دونك هادو كانوا بالنسبه للمسلسلات التركيه. المسلسلات اللي كدوزو تحت منهم اللي كنتفرج فيهم واللي نقدر نقولوا عاد بديت كنتبلى بهم هما لي سيري اسبانيال. ابلا اسبانيال ياك جانم. دونك لي سيري اسبانيال بون شحال هذه كنتفرج شي افلام اللي هما زوينين. مي اول سيري اللي غادي نتفرج فيها باقا نعقل في هاد الصون ديك البلاصه ديال لي مروان اش بان لك روعه نتفرجوا كاسا دي بابيل. لا كاسا دي بابيل قال لي راه سيري دايره بوم دايره هذا كلشي كيدوي عليها كلشي هذا كلشي هذا. اي انا قلت ليه اول سؤال في الحلقات كاملين باسكو انا تعجبني بزاف انه نتفرج شي مسلسل اللي الحلقات ديالو مساليين يعني ماشي حاد تندير اكسبسيون مي انا هكا كيعجبني. اوكي غادي نشوف الحلقه الاولى واش غادي تعجبني واش ما غاديش تعجبني. دونك هاد القصه هذه ديال لا كاسا دي بابيل باش نشرح لكم شويه زعما لا سيغي علاش كدور. كدور اون فيت على واحد اللي سميتو البروفيسور. لو بروفيسور اللي غادي يكون غادي يدير واحد الخطه واو باش انهم غادي يبراكيو الدار ديال دماني مالي ديال الفلوس باش امبريميو 2.4 مليار ديال الاورو من الدار ديال الدار ديال السكه. جو بونس كنقولوا لها حنايا الدار ديال السكه. فاشنو غادي يدير؟ غادي يمشي يقلب على 8 ديال المجرمين اللي ما عندهم حتى شي حاجه مازال غادي يخسروها في هذا العالم هذا. فغادي يهزهم وغادي يقريهم الخطه باش غادي يدخلوا البلاصه اللي فيها الفلوس ويبداو لامبريسيون. وهادشي كامل خصهم يطبعوا هاد الكم هائل ديال الفلوس في اقل من 11 يوم. فغادي يطرى بزاف ديال الاحداث لانه هو الهدف الاساسي ديالهم كان انهم غادي يطبعوا ولكن بلا ما يكون قطره دم. احداث غادي تختلف وغادي يطرى شحال من حاجه وحاجه. ما نحرقش لكم اكثر من هادشي. دونك تفرجت في سيزون 1 تفرجت في سيزون 2 اي سيزون 2 كانت نهايه زوينه 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 بزاف صافي كو كانت سيزون 3. دونك تفرجت في سيزون 1 فيها 13 ايبيزود كل ايبيزود فيه تقريبا 50 دقيقه. تفرجت في سيزون 2 اللي كان فيه 9 ديال الحلقات. صراحه المسلسل ما كنتش متوقع هذيك الروعه لانه ملي بديت الحلقه الاولى سيربلاس بديت كنقول مره الحلقه الثانيه الحلقه الثالثه الحلقه الرابعه. دونك حتى هو ساليناه يمكن شي 3 ايام ولا 4 ايام زربنا على الحلقات. فرونشمون كيفاش مخدوم المسلسل راه بزاف. اقل حاجه هذاك البروفيسور كان خادم عليها. فرانشمون مسلسل زوين صراحه مسلسل زوين. زعما هاد لي سيري اسبانيول بداو تيصدموني. انا كنت كنشوف هكا مره مره الافلام ديالهم كانوا تيعجبوني مي لي سيري واو. ودابا مسكينه واو ولات كتسنى في سيزون 3 اللي غادي تخرج ان شاء الله لو 17 جويي 2019 في نتفليكس. دونك كنتسناها بحالي بحالكم ولا بحال الناس اللي كتفرجوا فيهم. عافاكم قولوا لي تحت اون كومونتير كيفاش جاكم المسلسل باسكو انا واو نيفو واحد اخر. من بعد غادي يقول لي مروان اش نتفرجوا فواحد المسلسل واحد اخر حتى هو une série espagnole dramatique qui s'appelle Elite. Donc que voulez-vous traduire? Merci Siri. En espagnol. Merci Siri se dit. Gracias Siri. Gracias. دونك هاد لا سيري هادي علاش كتدوي؟ كتدوي على واحد ثلاثة ديال لي ستوديون اللي غادي ياخذوا واحد لا بورس باش غادي يمشيو يقراو فواحد الليسي جونغ لوكس كشي العياقة اتسيتيرا الناس ديال الفلوس وغادي يمشيو يقراو فيه. سوف كو الناس ديال لي ستوديون ديال هذيك ليكول ما غاديش يعاملوهم مزيان وغادي يطرو بزاف ديال الاحداث. المهم ما باغيش نحرق لكم اشنو كاين مي غيخرج في الاخر واحد ميت وغادي يقلبوا على شكون هو مول هاد الفعله. دونك هذه هي لا سيزون 1. سيزون 2 عاد غادي تخرج ماشي دابا مازال. سوف كو بيناتنا انا اليت بون قصه كقصه زوينه ولكن ما عجبنيش بزاف هاد اليت لانه فيه بزاف ديال لي سير خايبين زادوا فيه اكثر من القياس. يمكن 80% لقطات خايبين وواحد 30% كانوا لقطات نورمال هادشي ما بغيتش نكزاجيري فيه. فهما جاوني بحال زادوا بزاف اكثر من القياس. اي سا ميغيت با يعني القصه وي سخت كانت زوينه كانوا كيهضروا على شي حوايج من واحد لو كوتي دوطخ باغ باغي نوصلوا شي عشان شي عاجبني بحال باغي نوصلوا شي بون. جو نو سوي با ترو فان بهذا المسلسل هذا ديال اليت وصراحه ندمت لانه تفرجت فيه. غنبغي مثلا سيزون 2 غير نعرف مثلا شكون اللي قتل اوكي مي سا مانتيريس با اكثر من هادشي فوالا. دونك اليت جو نو سوي با ترو فان. صاف كو دابا متبعه واحد المسلسل يلاه بديتو سميتو التامار. هاد التامر هذا القصه ديالو كدوز يعني الله في الحلقه الثالثه ولا الرابعه. ما عجبني الصراحه من تفرجت في الحلقه الاولى عجبني بزاف القصه كدور. هو مهم ماشي هادشي ديال هاد الزمان هذا كيدوي على الحقبه ديال 1940. دونك واحد الناس اللي غادي يمشيو فواحد لو باطو جونغ لوكس اتسيتيرا غيديروا واحد سفيرة ما بين الاسبان حتى البرازيل. وابخي واحد جوج ديال الخوت اللي من بعد غادي يلقاو واحد البنت معاهم غير في غادي يعرفوا
بلوس على العائله ديالهم وشي حوايج شي اسرار شي تخربيقات اللي كيخرجوا في الوسط وكيطراو بزاف ديال الاحداث ابري كل مره غيكون طرا شي حادثه مره غيموت واحد مره غادي طرا شي اكسيدون ديال هاد الحوادث هادو كل حاجه كل ما كتزاد حاجه كل ما كيزيدوا تعرفوا اكثر ما نقدرش نعطيكم دابا الفيدباك ديالي زعما ديال الدقيقه الاخرى باسكو مازال المسلسل ما سالاش مي بون جو سوي فان بوغ لانستان عاجبني وجي ات انه مروان يدخل باش نكملوا لا سيري انصامبل باسكو بغا نساليها فهمتيني ما فيهاش بزاف ديال الحلقات اي جو نسي با صراحه واش فيها سيزون 2 ولا لا دونك هادو كانوا لي 3 سيري اللي كنتفرج فيهم ديال الاسبانيول مي سينو اختكم روعه ماشي فان ديال لي سيري امريكان ما عرفتش علاش باقي نعقل اخر مره كنتفرج في مسلسل كان هو بريزن بريك ما ضحكوش عليا مي بريزن بريك كان هذا هو المسلسل اللي تفرجت فيه شحال ابري مره الا كنت كنطيح هكا في ديك الوقيته في ام بي سي كنتفرج في فريندز ولا شي حاجه مي مثلا ما عرفتش القصه ديالهم اشنو طاريه ما نفرجش كاع الاجزاء مي كانوا كيضحكوني ما عرفتش علاش ما عنديش هاد الكود كار مع لي سيري امريكان باسكو صراحه باغا نبداهم ما غنتفرج بشي سلسله اللي تكون زوينه فنصحوني الناس اللي متبعين لي سيري امريكان خليو ليا لتحت في لي كومونتير شنو هما لي توب 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 وشي حاجه تكون مساليه عافاكم لي سيزون كلهم سالين باش نتفرج فيهم على خاطري صراحه جي في هاد لاطاك هادي لهاد الكوتي تاع لي سيري امريكان بوغ اون سامبل غيزون لانه باغا نسمع لونغلي نقرا لونغلي دونك غادي تزيد تعاونني باش انه نزيد ناميليوري من الانجلي فكيف ما غادي تكون عاونتني تركي اللي ما كنت كنفهم فيها والو وليت كنشد حتى في لونغلي غادي نكابتي بلوس فهادشي اللي صراحه علاش ملت ماشي ملت علاش وليت كنفكر انه نتفرج في سيري امريكان تو سامبلوم فهاد لو بوت هذا علاش كتكون شي قصه زوينه غادي تشجع اكثر فخليو ليا لتحت فوالا هكا غادي نكون ساليت لا فيديو ديالي ما تنساوش انكم تشاركوا معايا لتحت في لي كومونتير سي جامي تفرجتوا شي واحد من هاد المسلسلات هادو اللي قلت لكم حتى نتوما الراي ديالكم واش كتوافقوني واش ماشي موافقيني نسيتو با انكم تابوناو انكم ديروا لايك على لا فيديو نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر جيسبر ان هاد لو جونغ ديال لي فيديو يكون عجبكم بيزوات